السلام الله عليكم أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بالصرف وتحويل الميزان الصرفي الجزء الأول الخاص بتقديم الدرس. دائما مرجع منار اللغة العربية للسنة السادسة من التعليم الابتدائي. إذا لنبدأ مع فقرة ألاحظ وأكتشف. أقرأ الكلمات الآتية وأكمل، عفوا، ملأ الجدول بحسب المطلوب. إذا الكلمة لدينا رقص، داعب، تكاثر، بعثر. إذا سنستخرج حروف الكلمة وزنها ثم سنحدد حروف الزيادة إن وجدت. لاحظوا معي المثال الأول، رقص. إذا حروف الكلمة رقص وزنها فعل، إذا بالنسبة لأحرف الزيادة غير موجودة. داعب، إذا دا دال ألف العين والباء، فعل، إذا أحرف الزيادة الألف. تكاثر، إذا أولا يجب أن نقوم يعني البحث عن أصل الكلمة. إذا تكاثر فعلها كثرة، كثرة. إذا لدينا تا كا ثور. إذا بالنسبة لأحرف الزيادة، إذا لدينا التاء، إذا وزنها دائما تفاعل، لاحظوا تفاعل. إذا هنا يسهل علينا تحديد أحرف الزيادة. إذا أحرف الزيادة تحدد دائما من الوزن، فالوزن الكلمة أو الميزان الصرفي فهو يساعدنا على معرفة بنية الكلمة وتحديد الحروف الزائدة والحروف المحذوفة إلى غير ذلك. إذا وزنها، لاحظوا، فأحرف الزيادة لدينا حرف التاء والألف. إذا سنكتب بالنسبة لأحرف الزيادة التاء والألف. ولاحظوا أيضا فأحرف الزيادة يعني تظهر كذلك على مستوى الوزن أو الميزان الصرفي. إذا فالميزان الصرفي فهو يشمل أيضا الأحرف التي تم زيادتها على مستوى الكلمة. بعثرة، إذا أصل الكلمة دائما عثرة. إذا لاحظوا بعثرة، لاحظوا معي الكلمة بعثرة. إذا بعثرة فأصلها دائما عثرة، لكن وزنها هنا بما أنها فعل، لاحظوا فهي فعل رباعي، إذا وزنها فعل لا. إذا فعل لا. إذا فحروف الزيادة هنا غير موجودة. إذا السؤال الثاني، أحدد نوع كلماتي رقص ثم أبرز عدد أحرفها. إذا رقص أولا فعل، إذا عدد حروفها ثلاث أحرف. إذا بالنسبة لعدد الحروف، إذا لدينا ثلاث أحرف. أبين هل حروفها أصلية وأذكر اسم الكلمة التي جميع حروفها أصلية. إذا بالنسبة للفعل رقص، فجميع يعني أحرف الفعل فهي أصلية. إذا بالنسبة للفعل الذي جميع أحرفه أصلية يسمى فعل مجرد. السؤال الرابع، أقابل حروف الفعل رقص وحروف الميزان فعل ثم أذكر حروف الميزان الصرفي. إذا لاحظوا فحروف الميزان الصرفي فهي تقابل حروف الكلمة رقص فعل، والميزان الصرفي إذا حروفه الفاء والعين واللام. إذا ثلاث أحرف الفاء والعين واللام. بالنسبة للفاء فهي تقابل الحرف الأول من الفعل، العين تقابل الحرف الثاني، واللام يقابل الحرف الثالث. السؤال الخامس، أقارن بين حركات حروف الفعل رقص وحركات حروف الميزان الصرفي فعل. إذا كما تلاحظون فحركات الوزن فهي نفسها حركات الكلمة. إذا لاحظوا فعل، فعل نفس الشيء، داعب فعل، لاحظوا بعثر فعل، لا بعثر فعل لا. إذا يعني هذه هي يعني فحروف الميزان الصرفي تأخذ نفس حركات الكلمة. السؤال السادس، أحدد الحروف التي يتكون منها الميزان الحرفي وكيفية استعماله في وزن الكلمات. إذا فالميزان الصرفي يتكون من ثلاث أحرف، إذا الفاء والعين واللام. إذا بالنسبة للفاء فهي تقابل كما قلت الحرف الأول، العين تقابل الحرف الثاني، واللام يقابل الحرف الثالث. وبالنسبة لهذه الحروف
فهي يعني تضبط حسب حروف الكلمة الأصلية أو الكلمة التي نزينها أو الكلمة الموزونة. إذا السؤال السابع، أذكر حروف الزيادة إن كانت الكلمة إذا كانت الكلمة تتضمنها. إذا بالنسبة لحروف الزيادة، إذا فهي بطبيعة الحال تجمع في كلمة سألتمونيها. إذا بالنسبة لحروف الزيادة فيتم جمعها في كلمة سألتمونيها. إذا هذه هي أحرف الزيادة. إذا نمر إلى الاستنتاج ثم نجيب عن الأسئلة الخاصة ب أطبق. إذا بالنسبة للميزان الصرفي، هو مقياس لمعرفة بنية الكلمة. إذا فالميزان الصرفي يحدد لنا بنية الكلمة، ويحدد كذلك إن كانت هناك يعني حروف زيادة أو حروف محذوفة إلى غير ذلك. يتكون الميزان الصرفي من ثلاثة أحرف أصلية، وهي الفاء والعين واللام. إذا بما أن جميع، ليس جميع ولكن أغلب كلمات اللغة العربية فهي يعني أصلها ثلاثة أحرف، لذلك ارتأى علماء اللغة إلى وضع ميزان يعني يحترم يعني الحروف الثلاثة الفاء والعين واللام، والتي تقابل، بالنسبة للفاء يقابل الحرف الأول من الكلمة، والعين يقابل الحرف الثاني، واللام يقابل الحرف الثالث. وتضبط حروف الميزان الصرفي بحركة الحروف التي تقابلها في الكلمة الموزونة، يعني دائما فحروف الميزان الصرفي يعني تأخذ حركات الكلمة الموزونة. تضاف لام واحدة في الميزان الصرفي عند وزن الرباعي المجرد، وتضاف لامان عند وزن الخماسي، وتضغم الواحدة في الأخرى، وعند وزن الكلمة المزيدة تضاف حروف الزيادة في المواقع المماثلة لها في الكلمة أو المماثلة لها في الكلمة الأصلية. مثلا لاحظوا معي، لاحظوا أحرف الزيادة، يعني تاء تكاثر تفاعل. إذا فحرف الزيادة حرف التاء جاء في بداية الكلمة، كذلك جاء في بداية يعني الميزان الصرفي لهذه الكلمة. وإذا كانت الزيادة تضعيفا يضاعف كذلك الحرف المقابل لها في الميزان الصرفي. إذا مثلا مثلا مرارة فعالة، مرارة فعالة، لاحظوا معي مرارة فعالة، لأنه مثلا الفعل هنا أصل الفعل هو مرة، إذا أصله أو ميزانه عندما نقوم ب يعني بتحديد الميزان الصرفي فعالة، لكن عندما يتم تضعيف على مستوى الراء إذا نقول فعالة، إذا تضعيف كذلك على مستوى الميزان الصرفي. إذا نمر الآن كما قلت إلى فقرة أطبق، ونبدأ مع السؤال الأول. أحدد وزن الكلمات الآتية وأذكر حروف الزيادة فيها. إذا بالنسبة للكلمات لدينا استخرج، تدحرج، انكسر، تحدث. إذا بالنسبة للكلمة، إذا يعني نجيب على شكل جدول، الكلمة وزنها وحروف الزيادة. إذا بالنسبة للكلمة استخرج وزنها استفعال، حروف الزيادة الألف والسين والتاء، تدحرج تفعلل، إذا حروف الزيادة التاء واللام، انكسر انفعل، إذا حروف الزيادة الألف والنون، تحدث تفعل، إذا حروف الزيادة التاء، وتضعيف على مستوى الدال، إذا تحدث تفعل. نمر الآن إلى السؤال الموالي. آتي بأفعال الأول على وزن فعل، والثاني على وزن فاعل، والثالث على وزن افتعل، وأركبها في جمل مفيدة. إذا لاحظوا معي، الفعل الأول أقترح عليكم مرر على وزن فعل، مرر الأستاذ روائز الاختبار. الفعل الثاني فاعل، إذا أقترح عليكم راسل، راسل كريم صديقه لتحديد موعد. الفعل الأخير افتعل، على إذا الفعل الذي اقترحته على وزن افتعل ارتكب الرجل خطأ بتخطي النظام، ارتكب الرجل خطأ بتخطي النظام. وبهكذا أصدقائي ننهي هذه الحصة. موعدنا إن شاء الله تعالى في الفيديو القادم مع التراكيب الأسماء الخمسة الجزء الأول، دائما على نفس القناة
ودائما من نفس المرجع. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.